انا اليوم كنت حابه نخدم معاكم هذه الورده هذه لانه عجبت خديجه بزاف. ما بلي جيت الخدمه كنت فكر انو القالب ديال هذه اعطيته لواحد صاحبتي كادو، فما بقاش عندي. المهم هو الشكل ديال القالب كيجي تقريبا بحال هذا. شنو الفرق؟ انا عندي واحد اخر بحال هذا عدلته، كيجي من هنا مقوس، كيجي مفتوح هكذا وطالع. اوكي، يعني تقدر اذا عندك غير هذا تشكل فيه ويرجع لك بحاله. طبعا كانت عندي ديجا واحد الوردة مخدومة، قلت لونها باش نوريكم هيا، مي وقع مشكل، كنت كنلونها وطحت في الأرض. برجعت بالكرسي شنهزها هرستها، ماشي مشكل. لهذا غنستخدم اليوم هذا القالب هذا اللي هو ديجا شتو كاين اللي عنده. مي غنعملو واحد الحاجة، غنجيو لهنا، هو كيكون مجموعة كدا، غادي نفتحو حنا شوية كدا باش ما يجيناش القاع رقيق والراس ديال الورده كبير، خصوصا ملي كنرفلو كيزيد يوسع بزاف. انا ديجا معدله هنايا الوراق وملوناهم، مي غنعدل الورقه اخرى باش تشوف طريقه الخدمه ديالو صافي وميمتو تلون. طبعا كنقطعو دائما. طبعا ناخدو كمان ديال التلفين هذا، رفلو شي كنلاحظو ما عطاتناش شي فتح الشكل ديال القالب، كتجي واسعة شوية من هنا باش بلي كنركبوها. إذا خلينا هكذا كيجينا الخوا باين بزاف هنا بين الورقة، لهذا كنضطر نعملو ورقة مور ورقة. اوكي، دابا بلي عملنا هكذا كنجمعوها من تحت باش بلي كنجيو نركبوها كنقدرو نغرسوها في العجينة، المهم تو كتشبر مزيان. مي دابا دي بين حطها، انا بغيتها تجيني مقوسة، هذا طلع الفوق، فبلي كنحطها تنشف كنحط على شي حاجة بحيث ان هاد الراس ديالها يجي هيدا شوية مايل الفوق. طبعا كل واحد وشكون اللي بغا، كاين اللي كيبغي تجي مايل لتحت، هذا كيبقى اختيار ديال واحد. شنو الاحسن؟ ما نخلوهاش محطوطة هكذا على شي حاجة لان غتجي بلا، غتجي مسطحة بزاف، ما كتعطيش شي شكل زوين بزاف. هنا التلوين انا استخدمت الاكواريل، طبعا هذه ماركة ليديا خاصة بالبورسلين. عندي رقم 32 و 12 اللي هما صفار و بينك ولا ماجينتا على حسب كيقولوا اسبانيول. من هنا كنشوفوا عندي الكولور تقريبا بحال الاحمر، انا ما خدمتش هنا احمر، هنا عندي خلط الصفر مع هذا البينك باش عطاني اللون، لانه البينك اذا عملته بوحديتو عاجي اللون ديالو ما كيجيش زوين بزاف. اوكي، اهم حاجه في الاكواريل ان دائما ما نحطوش اللون بزاف، خصوصا اذا كنا ما نلونش الورده كامله، لانه اذا حطينا لون بزاف لانه صباغه ما الشتاء كتهز لنا صباغه بزاف، فبلي كنجي اللون ما كنقدروش نتحكموا في اللون مزيان. هذا من الاحسن كنحطو دائما شويه بشويه وكنبداو لونه بحال هكذا. انا هنا كنصور لانه باقي لعد عندنا 5 ديال الصباح، شعل لامبادير ديال الضو، لهذا ما كنظنش ان الالوان غادي تطلع عندكم كيف ما هي. هذا نورمال لون صفار، مي كيبان لي في الحلة كيبان محمر شوية، بس عندنا نشوفو التصاور ديالو مزيان. اوكي، كنلونو قاع هكدا مزيان، من بعد كنبقاو نجرو الشيتا وحنا كنهزوها بحال هكدا. اش قلت ما نكثروش اللون، لانه دابا اذا كان عندنا شي تصفيه صباغ بزاف ما نقدروش نعملوا هاد الخطوه اللي عم تكون، واخا كان جرام ما كيجيش اللون خفيف، غيجي قوي. وهنا لانه ديجا طبعنا الورقه في الطابع، فديك الخطوطه اللي فيه دائما على لاحظوا ان اللون كيطلع مع الخط. اوكي هكذا، انا هنايا تعمدت انني نطلع اللون بزاف، لانه بلي تركب الدور الاولاني والدور الثاني خصني يبان من تحت منه اللون الاصفر. دابا غادي ناخد البينك على الصفر اللي عندي كنزيد نقطة،
طبعا اذا بغيت نخلط اللون من الاحسن انا ما خلطوش بالشيطه باش ما يتخن ما تاخد ليش بزاف، كان خايف لو شي حاجه اخرى عاد كنهز اللون بالشيطه بحال هكذا وكملاو. في الاول كنلونو غير الحاشيه مادام عندنا اللون، باقي خصو شويه طلع بينك، نزيد نحمره. طبعا اللي عنده لون حمر بغى يعمل لون حمر ديك تعمل لون حمر. اوكي هيدا طرف الاول كان لون غير الحواشي وكان قلب تهرتا وكان لون باش كنخفف اللون من الشيتا، لان هادو ضروري لونهم لانه اذا ركبنا الوردة وكيجي طالعين يقدر يبان من الجناب. دابا اذا شكيت عندي لون بزاف الشتا كان نمسحها شوية كنرجع القدام كنبدا على انه مسحنا وكنا حاطين النعناع شوية كيبان فيها باقي كتير. اوكي كنبداو نديكرادو اللون هكدا ناخدو اللون بفلون. شني كنحاول دائما كنجرو الشيتا وحنا كنعلوها باش ما كيعطيناش ديك الخط ديال اللون المحدد كيجينا لان الشيتا كتهبط مع العرق ديال الطابع فكيجينا مزيان. بعد ما ديكرادنا كنرجعو نغلقو شويه الفوق بحال هكذا باش يبان مزيان. وهذه كتكون هي النتيجه. انا هنا ديجا ملونه الورق وناشفين، نجيو للبرنيز لانه بزاف كيخدموا البرنيز. البرنيز انا كنفضل هذا هو الماركه ديال فولك ارت. شنو هذا البرنيز ديال الماء اللي مزيون فيه انه كيحملنا الورد من الغبره ومن طم كيجيش بريو بزاف. فغنعمل دابا واحده قدامكم باش تشوفوها. طبعا احلى حاجه فيه انه ديال الماء عيك كتسالي كتغسل الشتا ديالك بالماء يعني ما كتكونش مشكله بحال البرنيز الاخر. سهل ناخدوه هو دابا قبل ما ينشف كيبان انه بريو، ملي كينشف كيرجع البريو ديالو زوين ماشي من داك النوع اللي ماشي من داك النوع اللي قوي بزاف. هنا ساليتهم، عندي 5 ديال الصغار و 6 ديال كبار ماشي كبار يعني نقول القياس الاولاني والقياس الثالث. عدلت هذا اللي نورمالمون غيجي الراس ديالها، طبعا هذا سهل كنعملو عكارة ديال العجين وكنبداو نقطعو بالمقص بعد كنصبغوه في اللون اللي باغي. دابا التركيب انا كنفضل اني كنعمل الراس ديال العجينه يكون عالي شويه لانه الا عملت مدور مسطح كان طال انا نعمل الدوره ديال الورد ديال الوراق تكون كتير يعني مثلا عوض ما انا ناويه نخد 5 ديال الورقات نقدر نحط 7 و8 و9. لهذا دائما الاحسن تكون رقيقه وهي ماشي كتوسع. بما ان عندي القلب ديال الورد صفر غادي ناخد الاحسن نصبغه في الصفر باش ما تسوي دابا الفرق بين ورقة وورقة ما يبان لاش بياض
سوري اليوم كيما صفر فاقع، مي كيما قلت لكم كنصور في الصباح وشعل اللمبة ديال الضو. كناخد في الأول القلب، كنعملو في اللصقة، كنركزو هنايا في الوسط. من الأحسن أنك كتلوح شوية اللصاق، لأنه خصنا القلب ديال الوردة يلصق في المزيان. أنا هنا عاملة عجينة كبيرة، من في الآخر غنرجع نقص منها، لأن هاد الوردة دي غتجي كتركب مسطحة، ماشي عالية. أوكي، من بعد ما لصقت هادي سركعو شوية نعبطو، جاتنا هكذا. دابا غناخدو الوراق الصغار، نبداو نحطوهم في اللصاق، نركزوهم في العجينة. كما قلت لكم انا على الركبه غتجيني عاليه شويه، ما بغيتش نعملها مسطحه. لهذا في الاول كنركبهم، كنكمل الدوره ديالي، من بعد عاد كنحدد كيف بغيت الوراق. اوكي، هذا الدور الاول. هذا علاش قلت لكم ما تكبروش العجينه بزاف من الفوق، لانه الا كانت عندنا واسعه كنا ما نقدروش نركبوا غير 5 ديال الورقات في الدور، هكذا احسن. دابا نجيو كنحاول ندفع العجينه هنا شويه باش تزيد توسع، باش نركب عليها الدور الاخر. يا اللهم لك الحمد. دابا كنبداو الدور الثاني، كنجيبو الورقة في اللصقة، ودائما بين ورقة وورقة، هذه قاعدة ثابتة في السيراميك، بين ورقة وورقة. صافي هنا هنا بعد ما نلصق الادوار كاملين، عاد عمدا نعلي الوراقي كيف انا باغياهم. هذا اللي كاش الثاني غادي نمدو شويه، من الاول غادي نخليه عالي. فهادي الورده ديالنا سهله. اللي زوين في القالب اللي قلت لكم خدمت به هاد الورده هذه الاولى، اللي هي هذه اللي في هذه، انا ما كيعطيناش بزاف هذا الخو هنا. كما كنشوف هذا الخو هذا هنا ما كيكونش عندنا، لان القالب كيكون تحت ديالو واسع، مي ماشي مشكله. اوكي، هذه هي النتيجه النهائيه، وان شاء الله يكون كلشي واضح، كلشي مفهوم. بغيت نشوف شي ورد معدل يلاه. اوكي، علي باي باي، ورجع نقول لكم صباح الخير، موعدنا يتجدد. باي.